أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من عقيدة أهل السنة أنه ما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، فهل يدخل في ذلك من تاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كل من تاب، لكن من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط عنه الحد. أما التوبة إذا كانت صادقة بينه وبين الله، الله يقبلها، لكن لا يسقط عنه الحد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.